سجل لي يا زين وحق قلبي له مضي لوحد تنكسر وباشر قبالك قلبي المفجور بالدمع مخضر وعلى رموح ما يرفو الشاس بيروان اختك مخضب لو شفتك الشاس بيروان اختك مخضب لو شفتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المشردين عن الأوطان، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا ذاك المنى لو أن ذلك يحصل، يا غريب يا مظلوم كربلا، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة، يا أبا عبد الله روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفدا وأقل الفدا، يا قتيل العدا ومسلوب العمامة ظلما والرداء، وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرمون.
يشهد لي بأني ساهر. إن طاب للناس الرقاد فهوموا. ليش يا شاعر قال ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمل ضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم. فصل لنا يا شاعر قال مثل ابن فاطمة يبيت مشردا. أيوا حسينا يا ويزيد في لذاته متنايا متنايعم ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الآية ما جور الآية عظموا خرج الحسين من المدينة خائفا خائف على دين جده خائف على هذا الإسلام خائف على المؤمنين. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا ضعون من المدينة وسافر حسين ويا مولاك الحسين قوض ضعون من المدينة وسافر حسين طالع وخلفه محمد وام البنين وحالة محمد يا خلوق تشجي الأعادي. شلون حالته مشقوق جيبه ويلطم الهامه وينادي شي يقول يا حسين لا تسوق الضعين ذايب فادي مكسور قلبي وخايفه وللأعادي يا حسين لا تسوق الضعين ذايب خايف من أهوال السفر ويا الأعادي. بعد إش عندك يا محمد؟ نادى يا حسين سلطان المدينة لا عز ميشي تطلع الناس تودعي وتسرج له الخير. وانت يا أبا عبد الله وانت يا سلطان البلد تطلع بليل والدنيا وياكم يا ضوى العين لكنما الأمر والحكم لله
وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. قال الله في كتابه المنزل على نبيه المرسل أبي القاسم محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. عطروا مجلسنا ونوروا قلوبنا وأكثروا من حسناتنا برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لازلنا نتلمس بعضا من أسرار وخفايا هذه السورة المباركة، وهي سورة الفجر من القرآن الكريم. وبينا في المجلس الماضي مجموعة من المقدمات المهمة التي ينبغي على الإنسان أن يلتفت إليها، خصوصا إذا أراد أن يقرأ القرآن بشكل عام أو هذه السورة بشكل خاص، من أن هناك ميزات خاصة للسور المكية والسور المدنية، لماذا الله تبارك وتعالى يقدم القسم في بعض السور المباركة وخصوصا في هذه السورة، حيث ابتدأ هذه السورة بخمسة من الأقسام، أقسم بخمسة أمور. القسم الأول تحدثنا عنه في المجلس الماضي، أقسم بالفجر، قال تعالى والفجر، وبينا بحثنا في المجلس الماضي حول الفجر، ما هي علامته، ما هو تعريفه في اللغة في الاصطلاح، أهميته، لماذا الله عز وجل أقسم به، ارتباطه بإمامنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في هذا اليوم نتناول القسم الثاني الذي أقسم الله تبارك وتعالى به في هذه السورة المباركة، حينما قال والفجر وليال عشر. ما هي هذه الليالي العشر؟ ولماذا الله عز وجل لم يبينها، لم يفصلها؟ ما هي الاحتمالات، الأقوال الذي يذكرها علماؤنا وعلماء التفسير في هذه الآية المباركة؟ نتناولها هذا اليوم إن شاء الله. ولكن قبل ذلك نقدم هذه المقدمة. الله تبارك وتعالى يوضح علماؤنا في كتبهم العقائدية هذه المسألة المهمة، أن الله عز وجل لم يخلق العباد عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ولم يخلقهم احتياجا إليهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الغني المطلق، وكل شيء لا يحتاج إلى أحد، وكل أحد محتاج إليه. إذن لماذا خلق الله الخلق؟ الروايات تأتي تقول أن الله عز وجل خلق الخلق لعدة غايات، من أهم تلك الغايات التي أشارت إليها الروايات هي إظهار جوده وكرمه على الخلق بأن يوصلهم إلى السعادة الأبدية والنعيم السرمدي في يوم القيامة مع محمد وآل محمد. إذن هذه هي الغاية القصوى من خلق الخلق. الله عز وجل
لا يريد أن يتشفى من الخلق حتى يعذبهم في نار جهنم، لا، إنما يريد أن يوصلهم إلى الجنة، يريد أن يوصلهم إلى ذلك النعيم. لذلك الرواية المباركة عن رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطب بها أمير المؤمنين يقول: يا علي، لو أن هذا الخلق بأجمعه تطابق وأضمر في حبه وعمل بحبه لك يا علي لم تخلق النار أبدا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لو أن الكل آمن بالله تبارك وتعالى وآمن بالنبي صلى الله عليه وآله وآمن بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أكو داعي للنار بعد؟ ما أكو داعي للنار، لأن الله عز وجل يريد أن يتفضل على العباد، يوصلهم إلى تلك الدرجة الرفيعة التي خلقها لهم. إذن السؤال: لماذا نحن إذن في هذه الدنيا؟ ليش وجودنا في الدنيا؟ ليش ما رحنا مباشرة إلى الجنة؟ تأتي الروايات والآيات لكي تقول أن الله عز وجل لحكمته أراد أن يختبر الخلق، أراد أن يكلفهم في هذه الدنيا حتى يعرفهم استحقاقهم في الآخرة. فقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من خلال العبادة يصل الإنسان إلى استحقاق دخول الجنة، وإن كان مهما الإنسان عبد الله عز وجل لا يدخل باستحقاقه إلى الجنة، وإنما يدخل بعفو الله بفضل الله. لذلك تقرأ في الدعاء: اللهم إني أسألك أن لا تعاملني بعدلك، فإني لا طاقة لي على عدلك، أسألك أن تعاملني بعفوك ورحمتك ولطفك، إنه أرحم الراحمين. هذه مقدمة. مقدمة أخرى أيضا أن العبادة التي أمر الله تبارك وتعالى بها الإنسان لا تختص بزمن دون زمن أو بمكان دون مكان. الله عز وجل يريد أن يكون الإنسان مع الله في ذكر الله بشكل دائم، بشكل مستمر، في أي مكان، في أي زمان. نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام يناجي الله تبارك وتعالى، يقول له: يا رب، إني أحب ذكرك في كل زمان ومكان، لكنني أخجل أن أذكرك في بيت الخلاء. أخجل في ذاك المكان، في ذاك الزمان، أن أذكرك يا رب. فجاءه النداء من الله عز وجل: اذكرني يا موسى على كل حال، فإن ذكري حسن على كل حال. في كل وقت، في كل زمان، الإنسان مطلوب به أن يرتبط بالله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن هناك أوقات وهناك أماكن يزداد حب الله تبارك وتعالى لذكره فيها. من الأماكن هي بيوت الله عز وجل، المساجد المشرفة، المجالس المباركة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه مجالس لها رعاية خاصة. المسجدين العظمين، المسجد المكي والمسجد النبوي، مشاهد الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تخاطب الإمام الحسين سلام الله عليه: السلام على من الشفاء في تربته والدعاء مستجاب تحت قبته والأئمة من ذريته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بلغنا الله وإياكم الوصول إلى تلك المشاهد المشرفة. ولذلك الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه أو الإمام الهادي أحد الأئمة يعطي أموال لبعض أصحابه حتى يذهب إلى زيارة الحسين ويدعو الله تحت قبة الحسين. لماذا؟ لأنه مكان شريف، مكان الله عز وجل يحب أن يدعى فيه. كذلك الأوقات، تجد أن هناك أوقات الله عز وجل يندب الخلق لكي يتقربون فيها، مثل شهر رمضان، مثل ليالي الجمع، مثل بعض المناسبات المهمة في طوال السنة. ومن تلك
الأوقات التي ندب العباد إلى طاعته فيها، والفجر وليال عشر. إذن يتبين عندنا أن الله عز وجل حينما أقسم بالليالي العشر أقسم بها لأهميتها أولا، ولتأكيد أن يعمل فيها الإنسان المؤمن العبادة والطاعة أكثر من غيرها من الليالي. نجي إلى المفسرين نسألهم ما هي تلك الليالي العشر التي بلغت من الأهمية وبلغت من الكمال والتمام أن الله عز وجل يقسم بها في القرآن كما أقسم بالفجر؟ ما هي تلك الليالي؟ تختلف آراء العلماء المفسرين حسب الروايات التي وردت إلينا، ولكن أهم الأقوال ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه كثير من المفسرين أن العشر التي أقسم بها، الليالي العشر التي أقسم الله تبارك وتعالى بها وأكد عليها، هي العشر الأوائل من ذي الحجة، من شهر ذي الحجة، من أول واحد ذي الحجة إلى ليلة العيد ليلة العاشر من ذي الحجة. قالوا هذه الليالي تضافرت الروايات على أنها من أهم الليالي التي يعبد الله تبارك وتعالى فيها، وأشار إليها القرآن الكريم حينما قال الله تبارك وتعالى مخاطبا لنبيه أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الغرض ما هو؟ غرضين، تذكر الآية المباركة. الغرض الأول ليشهدوا منافع لهم، والمنافع في الحج منافع دنيوية ومنافع أخروية، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الإمام الصادق عليه السلام: حجوا واعتمروا يطيل الله في أعماركم ويوسع في أرزاقكم. هذا الدرهم اللي تخليه في الحج أو في العمرة أو في الزيارة والقصد لمشاهد المعصومين صلوات الله وسلامه عليه مجمعين، هذا محسوب عند الله عز وجل، والله يضاعفه أضعاف مضاعفة ويعكسه على صحة الإنسان على رزق الإنسان. إذن هذه منافع لهم. بعد من الأغراض المهمة: وليذكروا الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات ما هي؟ هي هذه العشر الليالي من أول ليلة ذي الحجة إلى ليلة العاشر من ذي الحجة. ومو فقط هذه الخصوصية للحاج، لا، الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يرويها الفريقين السنة والشيعة أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن العمل في هذه الليالي لغير الحاج، فقال صلى الله عليه وآله: أن الله عز وجل ليس أحب إليه من العمل الصالح في هذه الأيام أو في هذه الليالي المباركة أفضل من غيرها من الليالي على الإطلاق. يعني الله عز وجل يحب العمل في هذه الليالي أفضل من غيرها على الإطلاق. فقيل له: يا رسول الله، وهل العمل في هذه الليالي أعظم من الجهاد؟ فقال صلى الله عليه وآله: نعم، أعظم من الجهاد، إلا مجاهد خرج بماله ونفسه وقتل في سبيل الله ولم يرجع. اللي يخرج في سبيل الله ويجاهد في سبيل الله بماله ونفسه ولا يرجع يستشهد، هذا أعظم درجة عند الله عز وجل. أما العامل في هذه الليالي عند الله عز وجل أفضل حتى من الجهاد كما هو مقتضى هذه الرواية المباركة. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله أن صيام التسعة الأولى من شهر ذي الحجة، من أول ذي الحجة إلى يوم التاسع اللي هو يوم عرفة، يعدل عند الله عز وجل صيام الدهر، اللي يصومها كأنما صام الدهر كله. وهناك روايات أيضا كثيرة أكدت على أهمية هذه الليالي التي هي أول ليالي ذي الحجة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي
نتقرب إلى الله عز وجل ويبلغنا الحج والعمرة وزيارة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. القول الثاني، قالوا بأن المقصود من العشر الليال التي أقسم الله تبارك وتعالى بها هي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، من بداية ليلة 19 إلى آخر شهر رمضان المبارك، هذه هي الليالي العشر التي الله عز وجل أقسم بها وأشار إلى أهميتها. السؤال لماذا؟ ما هي أهمية هذه الليالي؟ الجواب في قول الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة أين تجدها؟ تجدها في العشر الأواخر، وقد حددها أهل البيت أو حصروها أهل البيت عليهم السلام في 19 أو في 21 أو في 23. ولذلك الروايات تقول أن النبي صلى الله عليه وآله في خصوص العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك كان يخرج فراشه إلى المسجد ويعتكف طوال تلك العشر الأواخر من شهر رمضان تقربا وتعبدا إلى الله عز وجل. لماذا؟ لعظمة هذه الليالي، بل لعظمة ما في شهر رمضان المبارك. النبي صلى الله عليه وآله يقول: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله من أفضل الشهور، لياليه أفضل الليالي، أيامه أفضل الأيام، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة، دعاؤكم فيه مستجاب. إذا كان هذا الشهر هو أفضل الشهور، والليلة القدر أو القرآن الكريم نزل في ليلة القدر، إذن العشر الأواخر هذه هي التي أقسم الله تبارك وتعالى بها. ومن باب أن نعرف عظمة ليلة القدر، العلماء يختلفون في معنى لماذا سميت هذه الليلة بليلة القدر. هناك ثلاث احتمالات أنقلها بشكل سريع. الاحتمال الأول، قالوا سميت بليلة القدر لما فيها من القدر والعظمة عند الله عز وجل، باعتبارها ليلة لا تضاهيها ليلة من العمر، ليلة واحدة الإنسان يعمل فيها لعله 6-7 ساعات، كأنما عمل لله عز وجل 1000 شهر. 1000 شهر يعني شقد؟ إذا تضرب 1000 شهر أو تقسمها على عدد السنوات أكثر من 80 سنة، يعني عمر إنسان يقضيه يستطيع أن يتقرب إلى الله عز وجل في ليلة واحدة. فإذا هذا عظم قدر تلك الليلة المباركة. الاحتمال الثاني، قالوا القدر بمعنى الضيق. شلون بمعنى الضيق؟ الآية المباركة يقول الله تبارك وتعالى: فمن قدر عليه رزقه. قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه. شنو المناسبة بين هذا المعنى وليلة القدر؟ قالوا لأن سماء ليلة القدر تضيق من كثرة الملائكة الصاعدة والنازلة على الإمام المعصوم من آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولذلك يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله جالس وحوله أصحابه، فالتفت إليهم وقرأ سورة القدر وسألهم: على من تنزل الملائكة في ليلة القدر؟ قالوا: عليك يا رسول الله. قال: هل هذه الآيات مستمرة في حياتي فقط أو مستمرة بعد وفاتي؟ النبي يريد يصل إلى نتيجة. التفت يا مؤمن، قالوا: لا يا رسول الله، مستمرة بعد وفاتك إلى ما لا نهاية. قال: في حياتي تنزل الملائكة علي، بعد وفاتي على من تنزل الملائكة؟ صار كل واحد ينظر إلى الآخر. قالوا: يا رسول الله، الله ورسوله أعلم.
تقول الرواية كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جالس بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله، فوضع النبي صلى الله عليه وآله يده على كتف أمير المؤمنين قائلا: على هذا وعلى ولده تتنزل الملائكة. اللهم صل على محمد. وهذا دليل على أن باعتبار وجود ليلة القدر في كل سنة، إذن لابد من إمام معصوم، لابد من إمام تلتجئ إليه الخلق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله: من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الاحتمال الثالث والأخير في هذه الكلمة المباركة وهي القدر، يقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي قدرنا في ليلة القدر جميع مقادير الخلائق من ذاك اليوم إلى السنة القادمة. فلان شنو راح يكون له من الأموال، فلان شنو راح يكون له من الرزق، فلان ماذا سيكون له من الأولاد، فلان ماذا يكون له من الأعمال الصالحة، تقدر له جميع الأموال جميع الأعمال حسب عمله تلك الليلة، وتنزل بها وتعطى إلى الإمام المعصوم من آل محمد. اللهم صل على محمد. إذن باعتبار هذه الفضائل وهذه المزايا في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، العلماء قالوا بأنها هي الليالي العشر التي أقسم الله تبارك وتعالى بها. القول الثالث والأخير ما ذهب إليه أيضا جملة من علمائنا، أن العشر التي أقسم الله بها، الليالي العشر التي أقسم الله تبارك وتعالى بها، هي العشر الأوائل من شهر محرم الحرام. العشر الليالي اللي احنا جايين نحيي فيها مجالس أبي عبد الله الحسين، لعظمة هذه الليالي، لعظمة ما جرى فيها على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الله عز وجل يقسم بتلك الليالي. وهذا يتناسب مع التفسير والتأويل الحقيقي أو الباطني للفجر، بأنه الله أقسم بالفجر وهو الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ثم أقسم بتلك الليالي التي لها ارتباط كبير بمولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهي هذه الليالي التي يحييها أهل البيت عليهم السلام، يحييها المؤمنون صلوات الله وسلامه على من يوالون، يحيونها بتذكر ما جرى على أبي عبد الله الحسين. وتعال شوف الحث من أهل البيت على إقامة هذه المجالس: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، أتجلسون وتتحدثون؟ قال: نعم يا ابن رسول. قال: أحيوا تلك المجالس، فإني أحب تلك المجالس وأحب من يجلس فيها. ورواية لعله ذكرتها أكثر من مرة، لكن فيها تسلية للمؤمن حينما يتجشم العناء، يحضر لمجلسين ثلاث مجالس بالليل، يحضر لمجلس الصباح، يحضر لمجلس العصر، هي كلها عشر ليالي، فحينما يفرغ نفسه لمصائب أبي عبد الله الحسين مواساة للزهراء صلوات الله وسلامه عليها، شوف الأثر العظيم الذي يعطاه من خلال الزهراء، من خلال أهل البيت. تقول الروايات: ما من معشر من المؤمنين اجتمعوا وتذاكروا فضائل أهل البيت عليهم السلام وذكروا مصائبهم وبكوا عليهم إلا خرجت من تلك المجلس الأنوار والروائح الطيبة إلى عنان السماء، فتشتمها ملائكة السماء وتنزل لكي تتبرك بذلك المجلس. اللهم صل على محمد. الملائكة تتشرف، تزاحم الناس على هذه المجالس، تتبرك بهذه المجالس. الرواية تقول: فتأتي جماعة من الملائكة تتبرك حتى ينتهي ذلك المجلس،
ثم ترتفع إلى السماء، فكلما مرت على معشر من الملائكة شموا منهم ذلك الطيب، رأوا منهم ذلك النور، يسألونهم من أين لكم هذا الطيب وهذا النور؟ قالوا كنا في مجلس تذكر فيه فضائل أهل البيت ومصائبهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أولئك الملائكة يتحسرون فينزلون يرون المجلس قد انتهى، فرغ المجلس، يتركون المجلس، لا تقول الرواية، فيتبركون بالأماكن التي كانت يجلس فيها شيعة أهل البيت المذاكرين لفضائلهم ومناقبهم ومصائبهم. إذ نعرف يا مؤمن قيمة هذا المجلس الذي تجلسه، قيمة هذه الليالي التي تحييها على أبي عبد الله الحسين وعلى مصائبه وعلى ما جرى عليه. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أو الإمام الرضا بأبيه وأمي يقول إذا دخل هلال المحرم لا يرى أبي الإمام الكاظم ضاحكا، تغلب عليه الكآبة، يغلب عليه الحزن، ينصب المجالس لذكر الإمام الحسين إلى أن تنقضي منه 10 أيام، فإذا صار يوم العاشر صار يوم مصيبته وبكائه ولطمه على الحسين، ويقول هذا هو اليوم الذي ثكلنا فيه، هذا هو اليوم الذي أقرحنا فيه، إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسال دموعنا وأذل عزيزنا في يوم كربلاء، يوم كرب وبلاء. لذلك تشوف الإمام الحسين سلام الله عليه لما أراد أن يخرج ويعلن تلك الثورة المباركة أراد أن يبتدئ من قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، تقول الرواية توجه إلى قبر رسول الله، دخل على تلك الحجرة المباركة، صف قدميه للصلاة، صلى ركعتين، ثم توجه إلى قبر رسول الله مناديا السلام عليك يا رسول الله. يلا بقلبك اتوجه إلى المدينة وصير ويا الحسين وشوف شلون يخاطب جده رسول الله صلى الله عليه وآله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، إني ابنك وابن ابنتك وصبتك الذي خلفته في أمتك، يا رسول الله اشهد على هؤلاء القوم فإنهم ظلموني ومن جوارك طردوني. تقول الرواية هومت عيناه بالنوم، رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وقد ضمه إلى صدره، في لمة من الملائكة نادى ولدي ولدي حسين، لقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه. قال جد يا رسول الله ضمني إليك في هذا الضريح. قال له ولدي ولدي شاء الله بأن يراك قتيلا وبدمائك جديلا، صح ونادي وحسينا، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح. إيه ماجور، علني يا جد من بلوى زماني أسترع، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كله فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدك. يعجبك تصرخ وحسين 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 وحسين، يلا ويا رسول الله مرة ثانية، وحسين وحسين وحسين، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيء،
وأشاب الهم راسي قبل أبان المشي فعلى من داخل القبر بكاء ونحي ونداء بافتجاع يا حبيب ما جور ويا رسول الله ونداء بافتجاع يا حبيبي وحسين وحسينان وحسين و إيش عندك يا رسول الله؟ ما هي الأخبار التي تريد أن توصلها للحسين؟ ستذوق الموت ظلماً ضامياً في كربلاء وستبقى في ثراها عافراً منجدلاً بعد وكأني بلئيم الأصل شمرا قد عل مجور صدرك الطاهر بالسيف يحز الو يلا وحسينا وحسينا وحسين بعد يا رسول الله شجر على الحسين شجري على نساء الحسين وكأني بالأيام يا 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 من بناتي تستغيث صغبا يستعطف القوم وقد عز المغيث قد برى أجسادهن الضرب والسعي الحثي بينها السجاد مغلول وحسين 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 ماجور ماجور آجرك الله إمامنا الحسين عليه السلام فرغ من توديع قبر جده لكن توجه إلى قبر آخر هذا القبر الآخر لا يعرف مكانه إلا أمير المؤمنين والحسن والحسين وأهل البيت تعرف من هذا القبر المن توجه إلى ذلك القبر جرس عنده صرخ ونادى السلام عليك يا مكسورة الأضلاع السلام عليك يا أمة يا فاطمة أنا خارج من المدينة قومي وودعيني هلت دموع ولصق فوق القبر صدره يبكي وينادي في أمان الله يزه مكسور قلبي من الهضم والله يجبره سافر وانا بقبري عليك انصب عزي من نومتك يم الحنونة ودعيني لا تقولي حسين شالي وما يجيني من هالبلد يم الحنونة طارديني سافر وانا بقبري عليك انصب عزي شو تجاوب الزهرة اتقل يا ابني يا ابني يا ابني روح الكربلة وغلق الابواب واخبر محمد يا ولي لا يرتجي الغياب ما يفيد لنا حول وقوف على الباب اي والله سافر وانا بقبري عليك انصب عزي أراد الحسين أن يخرج من المدينة هيئة تلك الرواحل هيئة تلك المحامل ركبت النساء أراد الحسين أن ينطلق وإذا بصوت طفلة صغيرة ينادي أبا حسين
أبا حسين أوقفوا لي هنيئة. التفت وإذا بها العليلة فاطمة سلام الله عليها، نزل من على جواده، سلاها صبرها، قال لها بني لا طاقة لك على السفر، أرجعها إلى 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 إلى, إلى بيته صلوات الله وسلامه عليه. كأني بها أبيات الدعاء لشفاء المرضى لقضاء الحوائج، صرخت ونادت خذوني وياكم أو ياكم أسر جيل خير. وحط فراشكم لو غود الليل. ماهي مناسبة وحيدي تخلوني، والله ماهي مناسبة وحدي تخلو. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم. يا الله إلهي نسألك وندعوك ونتوجه إليك ونستشفع لديك بنبيك نبي الرحمة أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وبأهل بيته الطيبين الطاهرين. إلا ما فرجت عنا يا الله شافي جميع المرضى، لا سيما المنظورين، من عليهم بالشفاء العاجل بحق مريض كربلاء زين العابدين وبحق العليلة بنت الحسين. شافي جميع المرضى يا الله، اقضي جميع الحوائج، يسر جميع الأمور، وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك يا رب العالمين. إخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، المؤسسون تقبل أعمالهم، وفقهم لكل خير، جنبهم كل شر، اجعل محلهم عامرا بطاعتك. اللهم لا تمتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين، لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين، اجعلنا دائما وأبدا من خدام وزوار أبي عبد الله الحسين، عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاري وأعواني ومن المستشهدين بين يديه. إلى روح شيخنا الأوحد والسيد الأمجد علماء البيت محمد والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح موتانا وموتاكم من مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقلي يا زيادة وحق قلبي له مضي تنكسر لا قلبي المفجوع بالدمع مخضر وعلى رموح ما يرفع الشاس بيروان اختك مخضب لو شفتك الشاص بيروان اختك.